وانت حطاها في نص رغيف واكلاها سندوتش كريم وطلعت على الاسم وانا فله. اول ما شافوني داخله بتطوح قالوا لي بس حطينا كولا والبنزين في المخدرات. قبض عليا وخدوا عينه من دمي ملوش فيها ولا بنزين ولا كولا. لقوا كريم؟ لا لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريد اكتشفوه؟ هتلاقي الف حاجه وحاجه تعمل بيها دماغ صراصير نمل. هو انت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني ايه بتكيفي نفسي؟ يعني بروق العمه. ايه بتروقي العمه؟ اه. طب اندهيني يا مريم، ما انا بروق الشقه كل يوم، يعني جت على العمه بتاعتي. يا ابني انت عبيط. إيه؟ بسلطن لانفخ. لا انت اللي عبيطه. ليه بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغيظهم، بغيظ القانون واستفزه. انا كده ما احبش حاجه تقيد حركتي، احب اعيش حره مفلوته ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياه. يعني حركات الحياه ايه؟ انا حره في الحركات اللي اعملها. اتحرك كده اتحرك كده اتحرك. الحقيقه اسم إيه؟ الكريم صيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده الصدت زيد. طب فرحيني بقى، الصدت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، الصدت شبان. ايه؟ الصدت شبان ازاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خد هنا انطقي، تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا. بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي. انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه. انا صاحبه اشم كل وغيره وباكل كريم بس صاحيه النفس. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ قله ادب. وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيده اللي فاكراه صح، بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه صح 100% ومفيش حاجه غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا كلام. عندك احنا اهو كلنا اولاد عم. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. انما انا بعمل غلط من وجهه نظرهم ببجاحه. يبقى مين فينا الاقوى؟ ايه؟ خلاص سك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ لا شلح. طب يلا. إيه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا. هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب الثلاث ورقات. طلع البيت يا اسم. البيت ديت؟ لا استنى علق الاول. علق ايه يا حسره؟ ده انا ما معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايديك دي؟ لا. ايه؟ الا الساعه. ليه؟ ده انا معلم بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش. يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما انت محترمه. يعني تاخدي حاجات وتقولي لي محترمه؟ تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي. اقول لك فزوره. ها. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذره. ايه؟ لا غلوب حماري. يا بنت فكري كويس، اسم دوله اوروبيه لو حطيتي عليها نقطه تبقى اسم عالم ذره. غلوب حماري. قطر. لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. قطز قطز. هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة أوروبية؟ ماشي حلوة يا اسم، تعالى أما أقول لك فزورة بقى. نلعب بقى شوية. أقول لك فزورة. يلا بينا نلعب. يلا هوب. لا لا لا. يلا بينا نلعب. يلا هوب. 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 شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت السيره لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العبها، ممكن اقول لك فزوره؟ لا تحت امرك. عادي وديع؟ طيب بص.
عندنا حمار وأرنب ومعزة محبوسين في أوضة، يخرجوا منها إزاي؟ ده سؤال صعب. حمار وأرنب ومعزة محبوسين في أوضة؟ مريم، الأوضة ديت ليها باب؟ ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ مفتوح. ده صعب جدا كده. طب انا رايي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان راي الحمار. حلوه قوي. انا بيتك خمتيني. يلا نلعب بقى شويه. نلعب ايه؟ يلا بينا نلعب. يلا خش. يلا بينا نلعب. يلا خش. يلا بينا نلعب. يلا خش. تخلف ده. عبطي. هاي شفتي اعبط مني؟ لا طبعا. هتشوف فين؟ طب والله يا مريم ما جبت سيره لحد ان عبيط. ايوه مفهوم يا اسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعال. لا انا مش عايز العب. ليه؟ ليه ازاي مش عايز العب؟ ليه ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه، كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايز العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه لعب؟ عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم. يخص عليكي. لا لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعالي. طيب قول. تعالي. طيب ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه عصبيه انت خالص؟ لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يعني. خليكي سري لك يعني، ما تبقيش. ايه افتكرت. اديكي شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. التخلف كويس. لا 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 والله. لا هتندمي. لا دي فرصة. لا راسك هتبقى تحت ورجليكي فوق. والله هتندمي. استغلي فرصة ان انا منفعل. مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي؟ جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالى خلاص نأجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالى اقول لك فزوره. طيب طب اقعدي. حاضر سيب ايدي. طب اقعدي. ما انا هقعد. طب اقعدي. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدشي. انت جاي بيديني صورني بس معايا. سيبني يا مريم. اقعدشي يا ابني. هقصفني بقى. ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخة بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدشي. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك. ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا. ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. ها. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. النمل هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوء، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوه حلوه. بس انا مش عايزه العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبله. يا اولاد عمي. يا اولاد عمي يا رمم. فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا. ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني
وحشني وحشني خفة دمك. انت فين؟ قولي لي، في حد متضايقانا سأل عليا؟ لا ما حد سأل عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه، عايزاك يا ولاد عمي. يا رمم يا شحاتين، بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند، ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء، اهلا وسهلا. تعالى اما احكي لكم. مورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد؟ أي. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده، انا بموت في شراء الخرده، انا ناوي ادخل موسوعه جانس. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضياء. هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا ولاد عمي يا شحاتين، اتفرجوا واحكموا. وريه. يا فتحي يا عيد، تعالى فرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني. الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. هند ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا، ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا حرام عليكم حاجه، اتفرجوا على التحفه الثانيه. هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزهم. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين. غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه. ممكن يا ريتني ما سالتك، اسال الناصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميدالية. يا ريتني ما سألتك، دي ميدالية؟ أمال دي إيه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. أمال مصدق إنها ميدالية؟ طبعًا. دي أول كاميرا في التاريخ. يا سلام. بتطلع الصور أبيض وأسود. يا نهار أسود. صورنا صورنا. دي كام دي؟ صورنا، قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه. دفعت فيها كل فلوس. أنا جبت لك خردة أحسن. بجد؟ والله خردة هتعجبك أوي. كنت معايا هايلة بجد. بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب. اتفضل. يا ترى قولي دي إيه؟ دي ولاعة. ذكية ذكية. يا سلام. والولاعة بتعمل إيه؟ بتولع. برافو عليكي، أهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمة الغذائية؟ إيه ده؟ يعني إيه اللي ما بتولعش دي؟ ورخيصة هند. بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات؟ طب هاتي. المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال، بكرة لما أدخل موسوعة جانس. خد الثانوية بقى وتعالي كلميني. وأبقى أول خردجية. وشك في الحيط وقفاكي ليا. جرايا يا ولاد عمي يا شحاتين، متغاظين عشان أنا معايا فلوس. جت كنيلة على ولاد العم. إيه؟ إيه ده؟ إيه الخردة دي؟ مش بتوعك؟ لا، والله أنا ما اشتريت حاجة. أنتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين السنة دي؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. جد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. خالد مين دول؟ دول الموت علينا حق يا خلاص. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعة ازاي تبص في نظرك؟ ثلاثة فرط وأربعة في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاعر. انت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينة. ايوة. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جمال. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكر كان هيهون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنية. في بنية؟ سياو قلة ادب هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. انت اللي مين؟ خالد. خالد خدام ابو خالد يا جماعه. حضراتكم مين؟ ايوه انتوا مين؟ دول ديانا يا فندم. وديانا جايين عندنا يضربونا ليه؟ وهو الوكيل ابن عمكم بديل لهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود. اطلعوا بره. يلا بره. يا هند وكانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين ومصممين يقابل الوكيل ويا الدبح يا القتل. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. ده ما عندكش دم. لا ده بدل ما تساعده وتسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي. انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. مين سمعك؟ لا مش مين سمعك. ادي الوكيل فلوس يعني. هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قد كده. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين. موبايلي فين؟ ايه ده؟ تريرين تريرين. ايه ده؟ موبايلي موبايلي. تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ تريرين. خدمه جديده دي مثلا؟
والفاتورة تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا، الو الو، ايوه انا عين. ايه خسرت كل فلوسي يا حبيبتي؟ صورت فين؟ بقول لك ايه، الوكيل اقتصاده بايظ. انت الوحيده يا اصحابي البيت، معاك فلوس يا اصحابي البيت، يا اصحابي البيت. اي 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 مين الوليه اللي بتحزق دي؟ ده ازماجد صاحبتك، شوفوها بسرعه اتحركوا يلا. الله، دي واحدة ست حلوة قوي. خليها تتفضل. عايزة ايه يا ست؟ ممكن يا حلو يا اسمر يا ابو باروكة سيراميك انت، ممكن ادخل الحمام عندكوا لحظة؟ طبعا ممكن. ده احنا مش هنستاذن اصحاب الاصل. بقولك الحمام وانا في الشارع، ظروفي وحشة. ستات ولا الكنبة طلع لها دمامي؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتقلسي؟ او النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخدة بالك، اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمة زرقاء في النص. يا ست دي. اه والله. انت عايزة ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقه دي طلعت شقه الستات. آه. كنت خايفه اموت تطلع شقه الطلبه. لا مش طلبه، ستات. عايزه ايه بقى؟ هقول لك كل حاجه. انت ليه عصبيه؟ اتفضلي قولي. انا قاسي العجله بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجله الثانيه الاخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يا عينيا. عجلتين سهرانين؟ آه. فقلت بعد إذنك يعني أدخل حمام عندكم أخذ الدواء الفوار بتاعي وأمشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك أهو. ميرسي. بس بسرعة. ميرسي. إيه ده؟ نعم. إيه ده؟ عايزة إيه؟ أنتوا عندكم أربع حمامات؟ ليه؟ خلاص أخش أبو بانيو. بانيو إيه؟ إيه ده؟ الست دي يا نهار أسود، ده الشطافة بتاعته طويلة. إيه ده؟ لا لا لا، إيه ده؟ ما يصحش. ايه ده يا رشاش؟ اه بوليس، انتوا بتحاصرين يا عيني. اسكتي. اتنين امناء شرطه وظابط وبوكس. بوكس يا تلميذة. لا ماشيني من هنا يا مدام. يا ريكي من انا ست وحدانيه اخاف على نفسي من فتنه. انت فتنه؟ اه اخاف على نفسي، ما اقدرش اعرف وسط الرجاله دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفه انت؟ تخاف على نفسي من الفتنه يا خنفسه انت؟ على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجره الانوثه. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي، وانا همشي بالشهادات معايا ومع ذلك البطاقه اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديداس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخده بالي. انا قليل الادب؟ طبعا قليل الادب. انا لما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمد ايدك على واحده ست؟ انت مش متربي والله. انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجه؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكارك انت. كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره. احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. ايه؟ والنبي لا اله الا الله. اخلعي مالطة عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثريه وحفريات محدش يعرف عنها حاجه. بعينك تشوف مقبره واحده بعينك. الله. بعيد على مر، مش هرد عليك. هو دايما كده الشجره المثمره اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بتشوف. انت مثمره يا نص نقل مقلوبه انت؟ مثمره غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعال يا واد انت تعال. تعيل طايش. تعال تعال.
سمرة دي ولا مش سمرة؟ وعلى حيني فجأة. سبحان الله يا خالق، الزهرة في حضن الجبل من جوه. زارت هنا مديك صبار، ده تفاح، ده ما بيشوفش يا اختي. ما بيش ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك، ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر سمر. الله يسهل لك. خلاص سمر. ايه؟ خليك انت للمحصول الجاي. خلاص محصول ايه يا ست انت؟ لو سمحت سمرة. ما خلاص انا قفلت، ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. لا قلتلك مش حرة. ايه ده في ايه؟ يعني سمرتي معاه؟ تسمري معايا؟ اسمر ايه؟ ولا هي جت لحد عنده وما طرحتش مثلا؟ يا ولية ده في ايه؟ ايه انت؟ ايه يا اسف؟ هو ده مسؤول الري ولا في ايه؟ ايه لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ نصب ايه؟ هو كان دافع عربون ونصبت عليه يا حبيبي. نصبت عليك في ايه؟ سمرة. مفيش سمرة. قلت لك سمرة. مفيش سمرة. بقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمرة. نصبت عليك حياتك. طيب خليك يا مجانين. سمرة. طيب يا حبيبي حاضر حاضر حاضر. سمرة. طيب مش لسه هقطف؟ ما نستنى. سمرة. هو انا يا اختي شايلة صندوق ماشي افرق؟ لا صح. الله. سمرة. طيب ما تدبخنيش وانا على الشجرة. سمرة وليا. طيب ويا ريت بلح. بلح؟ نفسي بلح. خلاص اشوف لك في الشجرة اللي جنبي. يا خلاص يا اقول لك خدت قاوي زرعها زي ما انت عارف. خلصيني. طيب سمرة. سند معلش اسف. سمرة خدي الشجرة بحالها يا اخويا. خدي الشجرة بحالها. طيب حاضر. يلا يا ولية حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارح يا انت. يلا حاضر. سمرة. ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا قيلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلم يا ولية، عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا اخي؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هم شويه هشاشه في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت، اوعى يا تكميله معقد. ايه؟ تعالى يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك. طالع ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يا اختي يحش عليك وعلى جمالك انت. ده انت حلوه قوي. اصل الطول بيبقى هيبه. يحش عليك وعلى طعمتك. طعمه طعمه. بس باينه في حالتك انت خيبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هوب يلا. استنى 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 الله يدعم الله يدعم. هو ده قانون الغابة. يا خرابي ست شوكار خطفوني في العربية وطلعوا على المقطم. انت السبب. يا لهوي مش انت اللي عايزة تتفسحي زي العصافير؟ قلت له زي العصافير مش زي الحمير يا اختي. يلا بس حر. ده فكني فكني خالص. ده انا لسه طالعة من الأجنس. الحمد لله. قدامي سنة قبل ما اتربط تاني. الحمد لله. يا ابني ما بتعرفش تسوق قول لي.
مش أول خروجة تعمل حادثة يا سمكين. ده أنت سكر. الله يسكر أهلك واحد واحد. طيب. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقة يا أخوي. آسف. إيه النينة دي؟ إيه التقريبة اللي ملهاش لازمة دي؟ الحمد لله. يا واعية. إيه؟ ندردش بقى شوية. نقول كلمتين كده. أنت مالك في إيه؟ يعني نعرف إيه النظام برضه. نظام إيه؟ يعني نتعرف. في إيه؟ يعني إيه؟ طب إيه أنت إيه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا إيه نظامك برضه؟ بقول لك إيه؟ كلميني أنا. إيه لو أنت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسك. هقول لك إيه؟ يعني أنت مخطوبة ولا متراقبة ولا إيه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكيتش. تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام. ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا، جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. ده في اصل وشك. الدكتور قال لي هي فتله نسا. اخدها لك بالمرقات؟ قلت له سيبها تاخدي العين. يعني بسم الله ما شاء الله عندي ديسك ولومباجو وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصة دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانة؟ فرحانة قوي. احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قوليلي انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزازة تيك اواي. اشمعنى تيك اواي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت عنيف قوي يا قاسم. ليه؟ اه والله ده اللي بدلعك. الله يخليك. بقول لك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك. اجي لك. اكلمك في التليفون اي حاجه. ده الكارت بتاعي. اه في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي. اجي لك. يا ريت تدي زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على سجن. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. قاسم. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الالكترونية. مالها؟ هيشوشروا يا اخوي على سمعتي. يا عسل. يا عسل. ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. يا ولية انا عملت عنف. والله انت عنيف قوي. طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحة بحريصة قوي في الملفات. انت اسمك مريم؟ ايوه. عاشت لسامي يا مريم. انا عندي بنت شبك بس مش عايشة معايا. عايشة في الحبشة. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر دي في سجن النساء بتاع الحبشة. بصي انا دلوقتي داخلة على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعة اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعة يا عناية. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مرة واحدة؟ يعني بسم الله ما شاء الله فجر وديسك ولومباجو وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. وليه القصر العيني؟ انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزة وجفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم. يخلي الواحده مننا تطرقع وهي اشيكا شيكا شيكا شيكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا. يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه مالك؟ يا الحلاوه دي بايديا. دي بتاعت ربنا يا عناية. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا. تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت. المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي باي. باي باي. اقف عندك عليا انت. مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يادي الوكيل. ويسدد الدين اللي عليه. ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود. لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت لازم ما عندكش دم. لا ايه ده؟ عيب عليك. انت الكبير بتاعنا. عيب عليك يا معقد. انت
على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عنه ليه يا ماما؟ هو هو بس ظروفه وحشه. انت تعرفيه منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبص لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب من الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحمايه، ده ملجانا وقت الشده. وإذا كانت على الديون اللي عليه دي فإحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم. يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وأنا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للأسف أنا مستعمر. خالد. أنا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت قلت له الأربعة جنيهات هصرفه. حرام عليك. يا راجل حرام عليك أنت. ده الكبير. كبير عليك أنت. خالد. يعني وكيل نيابة؟ إيه الوكيل الوكيل اللي طالعين بيه السما ده؟ أنا مش فاهم يا أخي. طب ما أنا قدامك هو ما ينفعش كبير عيلة؟ لا. ما ينفعش رئيس يا مدام؟ لا. ما ينفعش زعيم يا انسه؟ لا. ما ينفعش اي حاجه؟ ما ينفعش اضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس ما تقولش كده على الوكيل. ايه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم اخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا رد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اكلت ولا نقتلك؟ اقتل. لا شيل ايدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا بعير. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اصريع. انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله وما لناش دعوه بالنسوان. وريني وقفه النسوان. ينيرك لسه حلم تاني. ادي شيك اهو همدوه لكم تروحوا تصرفوه. تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفة الكلاب. سامع هاس يا كل العالم يا كل الناس. انا يعني هند يعني هدفع يعني جزء يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشريك بتاع هاني. تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا 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 لا. مبسوط مني؟ فضحتي امي. وانت عشان سلفين قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هند وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه يا مريم. عايز اقف معاك. سيبيه بكره ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فرصكم. مع السلامه بقى. انتوا عدوانا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي يا وكيل. ماشي يا وكيل. او كده يا